الناتج من عملك الناتج من استغلال وقتك. والصلاة مش تأخذ من المال، تأخذ من الوقت اللي بيجي يعمل فيه العمل اللي بيجيب المال. فكأن الزكاة أخذت شيئا من المال اللي هو ناتج عن العمل، العمل الناتج عن الوقت. الصلاة خدت من الوقت نفسه، من الأساس الأصيل. إذا لما يجي الواحد ياخد من 24 ساعة ساعة للصلاة، يبقى اقتطع جزءا من الوقت وجعله للصلاة، كما يقتطع جزء من المال. فإذا فالزكاة اقتطاع جزء من المال، والمال ناشئ عن العمل، والعمل عايز وقت. لا، الصلاة بتقتطع من الوقت الأساسي، يبقى فيها زكاة بأهم من المال. واللي بيمنع الناس عن كثير من الصلاة يقول لك الوقت وتعطلني عن مصالحي. نقول له كما سمى الله نقصان الزكاة، نقصان المال من الزكاة، ما سماهش نقصان، سماه زكاة، سماه نماء. فيجب أن تستقبل أيضا الوقت الضائع عندك، ده اللي انت بتقول عليه ضائع، استقبالك للمال الناقص يخرج من مالك، فهو ينميه ويزيده ولا ينقصه. فكذلك الوقت إذا ضحيت منه ببعضه وجعلته لله وشحنت الشحنة، فإن البركة في بقية الوقت ستعوضك كل ما فات، كما أن الزكاة نماء والربا محق. وأيضا ففيها صوم، لأن ما هو الصوم؟ الامساك عن شهوتي البطن والفرج نهار رمضان. لا، انا في الصلاه امسك عن شهوتي البطن والفرج وعن الحركه وعن الكلام وعن 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 وعن. الله، اذا ففيها لون من الصيام متعلقاته في المنع اوسع من متعلقات الايه، من متعلقات الصيام. وايضا ففيها حج البيت من استطاع اليه سبيلا، لانك تستحضره وأنت تصلي بيت الله فتتجه إليه وتتحرى إليه. إذن فلأنها الركن الوحيد إن جاءت فيه كل الأركان من شهادة أن لا إله إلا الله، ومن الزكاة بشيء أقيم من المال، بل بالوقت الذي يأتي بالمال، وبعد ذلك صمت فوق ما تصوم فيه عن رمضان، ومع ذلك استحضرت بيت ربك في كل وقت من الأوقات، فكأنك حججت بقلبك وإن عجزت عن أن تحج بقالبك.